مع الاداء يعني الدفاع المنطقه الكبير سادومبا العرضيه العكسيه يخلص مرتضى يطلع في المرمى يطلع في المرمى جول التاج التاج الطرف اليمين للهلال اللي بيزيد امامكم الان عمل دبل كيك جميل جدا من كوره ضربت صدها الحارس وعالجها لاحظ هنا سادومبا التقدم العكسية الحارس مرتضى اللي فك الكورة وتقدم على طول التاج بدبل كيك جميل جدا حتى الكورة في المرمى هدف هلالي أول في الدقيقة 32 إذن التاج يعني يرفع معنوياته ويرسخ أقدامه بهدف تشوف الكورة ده مرتضى الحارس ما ادى فرصة يقوم وخلفه طوال خط الكورة في قلب المرمى هدف هلالي اول في دقيقة 32